يقول أنا مشترك في جمعية ربحية أملك فيها أسهم، والجمعية تبيع ما لا تملك. مثلا يأتي المشتري ويريد شراء ثلاجة، فتشتري له هذه الجمعية الثلاجة من السوق وتبيعها عليه بالأقساط وتزيد في السعر، هل ذلك جائز؟ لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه، أما أن يبيعه قبل أن يملكه ويذهب ويشتريه فلا يجوز هذا. هذا في حديث صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع ليس عندي فأذهب أشتريه من السوق، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. إذا كنت تريد البيع على الناس بالحاضر أو بالمؤجل حضر السلع عندك في محلك ومن جاءك تبيع عليه. نعم.